عثمان مراسل شبكة شام الإخبارية في حلب وريفها. يحيى، أيضا من عندك آخر المستجدات فيما يتعلق بالأوضاع الميدانية. بعد يومين من الاشتباكات بين قوات الجيش الحر وقوات النظام ضمن المرحلة الخامسة من معركة المغيرات سبحان في العقيقة، أعلنت قيادة غرفة عمليات الجيش الحر الموجودة في منطقة خان العسل عن تحرير منطقة خان العسل الشرقية، القطاع الشرقي من المنطقة والقطاع الشمالي، واللذين ويان غرفة عمليات قوات النظام. حاليا ما بقى قسم قليل من المنطقة التي تسمى بخان العسل الجنوبية يتم الآن تطهير هذه المنطقة من القوات التي أتت من منطقة الراشدين الجنوبية ومنطقة الريف، من منطقة الريف الغربي لمدينة حلب. يتم التنسيق بين القوات لتفادي أي أخطاء لتطهير هذه المنطقة بشكل كامل، ثم أعلنها منطقة محررة. مع غرفة عمليات أيضا أعلنت عن مقتل قائد عمليات النظام بغرفة عمليات خان العسل العميد حسن الحسن مع جميع الضباط الموجودين معه في غرفة العمليات. في الحقيقة هذا العميد كان يحاول الهروب في الدبابة باتجاه الريف الشمالي، تم إيقاف تقدم الآلية وتم قتله ضمن هذه العملية. ما يسعى إليه الجيش الحر الآن تطهير هذه المنطقة من ما تبقى من قوات النظام والانتقال إلى الأهداف الأخرى له، والتي أصبحت الآن على أبواب مدينة حلب فعليا، الأكاديمية العسكرية ومدفعية الراموسة. هذا ما هو بالنسبة للوضع في منطقة ريف حلب الغربي. نعم، طب فيما يتعلق بحرق، تفضل إذا كانت هناك إضافة. لا إضافة في هذا. طيب فيما يتعلق بحركة يعني النزوح من مكان إلى مكان، أقصد يعني في داخل المنطقة، هل تشهدون أو ترصدون مثل هذه الحالات؟ يعني ينزح الناس من مكان مثلا يعتبر خطر على حياتهم إلى مكان، لا أريد أن أقول آمن، ولكن على الأقل أقل خطرا. في هذه المنطقة بالذات لا يوجد عملية نزوح، حتى الطريق بين قلب مدينة حلب الأحياء التي يسيطر عليها النظام وطريق الشام باتجاه خارج حلب، هذا الطريق لا يمكن أن تمر منه أي آلية أي سيارة وإن كانت مدنية. في الحقيقة هي منطقة اشتباك، منطقة تماس مباشر بين قوات الجيش الحر وقوات الجيش النظامي. المنطقة المحيطة بخان العسل فعليا هي خالية من السكان، ما يتواجد فيها فقط هم مقاتلو قوات النظام ومقاتلو الجيش الحر. بالنسبة للنزوح، هو يتم بعض هذه الحالات من المناطق التي سيطر عليها النظام بسبب الضيق المعيشي، بسبب قلة المواد الغذائية، إلى المناطق التي سيطر عليها الجيش الحر التي يتوفر فيها بكميات أفضل ومعيشة أفضل لهم. عبر سكايب يحيى عبد الرحمن مراسل شبكة شام الإخبارية في حلب وريفها، شكرا جزيلا.